أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها أبعاد الغضب الشعبي المتصاعد في العاصمة المؤقتة عدن. إذن تصعيد شعبي واحتجاجات مستمرة في التوسع، هذا واقع عدن منذ 5 أيام بسبب رفض سلطات الأمن المدعومة إماراتيا تسليم قتلة الشاب رأفت دنبع الشاهد الوحيد في جريمة اغتصاب طفل المعلى. غضب مستمر وتعاطف شعبي مع ذوي المجن عليه نتيجة الانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة بسبب غياب أي دور لوزارة الداخلية وأجهزة النيابة والقضاء. تتواصل المسيرات الغاضبة في المدينة لليوم الخامس مطالبة بمحاسبة الجناة وإحالة قادة الأجهزة الأمنية التابعة للتحالف إلى القضاء. في حلقة اليوم نناقش أبعاد الانفلات الأمني وغياب دور المؤسسات الرسمية والمنظمات الحقوقية عن ما يحدث في عدن. عدن تخرج عن بكرة أبيها انتصارا للحرية وللقيم الأخلاقية المهدرة في المدينة، صوت واحد يطالب بإنفاذ القانون وإنهاء فوضى المسلحين وإرهاب الميليشيات المدعومة من الإمارات. تفجر غضب هؤلاء دفعة واحدة إثر جرائم عدة، بينها اغتصاب طفل في 7 من عمره على أيدي مسلحين يعملون ضمن ما يسمى قوة مكافحة الإرهاب، واغتيال الشاهد الوحيد على الجريمة. كانت جريمة الاغتصاب هذه قد بقيت محصورة في ساحة القضاء، لكن الشاب رأفت دنبع غير مجرى الأحداث بشهادته اليتيمة التي وضعت النقاط على الحروف، فكان أن دفع حياته ثمناً لشهادته التي تحولت إلى شهادة في سبيل الله. الغضب يتجه صوب الطرف الذي يقف خلف كل هذا الخراب، الإمارات وقواتها وتشكيلاتها المسلحة، ولم يجد هؤلاء الشباب من طريقة للتعبير عن غضبهم سوى حرق العلم الذي احتل واجهات المدينة طيلة السنوات الأربع الماضية، مؤذنا بخراب لم يتوقف حتى اليوم. منذ ليل الأربعاء الخميس تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مسلحة بين التشكيلة المسلحة الإماراتية والجماهير الغاضبة، دون أن يستبعد مراقبون دوراً للقوات الأمنية التي تعمل خارج نفوذ الشرعية في تأجيج هذه المواجهات التي سجلت 10 إصابات على الأقل بحسب مصادر إعلامية. تركزت المواجهات المسلحة في ساحل خرمكسر وشارع المعلى الرئيس، فيما واصل المحتجون التجمهر وإحراق الإطارات والرموز المرتبطة بالنفوذ الإماراتي في عدن، وشهدت جولة القاهرة في الشيخ عثمان أحد أهم الاحتجاجات منذ صباح الخميس. الصورة فقط هي ما تبقى لهذه الأمة المكلومة من ذكرى ابنها الشاب العدني رأفت دنبع الذي قضى نحبه شهيداً السبت الماضي. تروي هذه الأم بصعوبة بالغة قصة استشهاد ابنها رأفت إثر هجوم على منزل العائلة. تقول هذه الأم إنه تم بواسطة 18 مسلحاً تابعين لما يسمى بقوة مكافحة الإرهاب، 3 منهم بلباس مدني، وكانت أشبه بمعركة خاضها هؤلاء المسلحون لينالوا من الشاب رأفت أمام والدته وأفراد عائلته، وانتهت باعتقاله يوم الجمعة الماضي مصابا بجروح بالغة، فارق بعدها الحياة في اليوم التالي. هو نزل دافع عن نفسه قام رمول على الرصاص ذي المطر، يعني قد خلاص بجميع الأسلحة واني اللي عور ابني في الرأس اللي كان معه مسدس الأسود الحقير الطرطور، لكن لا والله لا تحتسبوا انه بغالطه. اخت الشهيد تطالب من جهتها الرئيس ووزير الداخليه بالتدخل الفوري لمعاقبه القتله، وتبدي شكوكا حيال لجنه التحقيق التي كان قد امر بتشكيلها وزير الداخليه احمد الميسري. التضامن الشعبي هو عزاء هذه العائله المكلومه التي تحول ابنها رأفت دنبع الى رمز لاعاده احياء عدن ورد الاعتبار لأبنائها بعد 4 سنوات من الفوضى الأمنية الممنهجة. أبدأ النقاش مع ضيفي من العاصمة الماليزية كوالالمبور، القيادي السابق في المقاومة الشعبية والمعتقل السابق أيضا في سجون الإمارات في عدن، عادل الحسني. أهلا بك أستاذ عادل، بداية كيف تنظر لما تشهد العاصمة المؤقتة عدن؟ أهلا بك أخي الكريم وبالسادة المشاهدين الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يمن على اليمن عموما وعلى عدن خصوصا بالأمن والإيمان والسلامة والسكينة العامة. أخي الحبيب، ما حصل في عدن مؤخرا هو نتاج طبيعي لما مرت به المحافظة منذ التحرير، منذ خروج الميليشيات الحوثية. تمكنت الإمارات العربية المتحدة من هذه المدينة وشكلت فيها ميليشيات أتت بهم من خارج المدينة
ومدتهم بجميع أنواع الأسلحة والمدرعات والشاصات والسلاح والعتاد. وكان نصيب أهل عدن بعد التحرير أن سجنوا وطردوا من هذه المدينة ونُكل بهم ودهنت بيوتهم وحرموا من كل شيء. لم يصلهم من التحرير إلا الظلم، ولم يصلهم إلا الدماء، ولم تصلهم إلا السجون، ولم يصلهم إلا العبث. فكان آخرها مقتل هذا الولد الشهيد دنبع، الشاهد الوحيد على قصة اقتصاد الطفل، والذي يظنون أنهم بمقتله سيؤدون القضية، ولكن الحقيقة أنهم يعني فجروا ألف قضية عليهم وصحي المجتمع جميعا. وهو المجتمع العدني يخرج اليوم عن بكرة أبيه نساء ورجالا صغارا وكبارا ليقول كلمته أمام هؤلاء المغول الذين دمروا هذه المدينة. طيب أستاذ عادل، بالنسبة لك كيف تفسر الإقدام على قتل الشاب الشاهد الوحيد في هذه القضية؟ أخي الحبيب، أصبح أرخص شيء في عدن هو الدم. أنت لا تسأل عن من نجا كيف نجا في عدن، لا تسأل عن من قتل كيف قتل. القضية يا أخي يعني عبث بكل ما تعنيه الكلمة من هذه النشاب، هذه العصابات يقتلوا بدم بارد ثم يصرحون ويفاخرون بذلك. ولولا الضغوط التي حصلت وأبطال المقاومة الذين خرجوا ووصلوا إلى قريب المطار وشعر الإماراتيين أن المطار في خطر الذي هم فيه، واتصل الضابط الإماراتي بإسران المقطري وقال له سلمهم فورا، لما فعلوا ذلك. كم قتلوا من الأئمة، كم قتلوا من الدعاء، كم خطفوا من النساء، كم سجنوا، لم يلتفتوا لأحد. لكن عندما تحرك الشارع، عندما تحرك الناس، عندما تجمهر الناس لبوا. فهذا ما أقول للمجتمع، هكذا لن يأخذ أن العالم كله يقول هذا الكلام، لن يأخذ حقك إلا بيدك. مع أن نحن ضد العنف، لكن حق الدفاع على النفس هو مكفول. وما فعله أبطال خور مكسر، وما فعله أبطال المعلم، وما فعله أبطال المنصورة، هذا حق مكفول لهم، تكفله لهم كل الشرائع والقوانين الدولية والعالمية والإسلامية لحق الدفاع عن النفس. فلهذا استجابوا الليلة وقالوا أنهم سيسلموا هؤلاء القتلة، ولكن أهل القتيل والمقربين منه يقولون أن قريم الأول هو إسراء المقطري، الذي للأسف أقول لك وأكشف لك الحقيقة أن الإمارات قد هربته إلى مصر، دولة مصر العربية. طيب الآن تصريحات رئيس اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة مقتل الشاب رأفت الدنبع، يقول أن اليوم سيتم تسليم المتهمين في هذه القضية، وأنت كنت نشرت قبل قليل في صفحتك أنه تم تسليم. ما آخر المستجدات فيما يخص عمل لجنة التحقيق المشكلة، وأيضا كيف تقيم أداء هذه اللجنة؟ هي اللجان هذه المشكلة لا تملك شيئا من أمرها. هؤلاء لا يخضعون لوزارة الداخلية، هؤلاء لا يخضعون بالدولة، هؤلاء لا يعترفون بالشرعية، هؤلاء يتلقون أوامرهم من الضابط الإماراتي. عندما قرر الضابط الإماراتي أن هؤلاء القتلة يسلمون، عندما رأى عدن تنتفض وأن مصالحهم فيه خطر وأن المجتمع سينتفض عليهم أن يصرح لهذا الميليشياوي الذي يعمل معه إسران المخضري أن يسلم القتلة، فاستجاب له. وإلا أمر مثل هذا يعني لا يكون من أول يوم هو كمحسوب كضابط، لكن عندما اشتدت الأمور ورأى الإماراتيون أنهم يسيرون نحو يعني طريق مجهول مخيف عليهم وعلى مصالحهم، سلموا هؤلاء القتلة. ولكن أقول لك أن أبناء عدن لن يسكتون عن دعاتهم، لن يسكتون عن دمائهم، لن يسكتون عن أعراضهم. طفح الكيل وبلغ السيل الزباء. أخي العزيز، طيب تبقى معنا أستاذ عادل وأشرك معنا بالنقاش الباحث السياسي من العاصمة المصرية القاهرة عصام أحمد. أهلا بك أستاذ عصام. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ سامي، والتحية والتقدير لجميع مشاهدي قناة بلقيس الرائعة. كيف شكرا لك. كيف تتابع ما يحدث في العاصمة المؤقتة، وبالنسبة لك كيف توصف ما يحدث؟ ما يحدث في العاصمة المؤقتة هو حقيقة لما يحدث للجمهورية اليمنية، للدولة الاتحادية التي بحثنا عنها وناضلنا من أجلها. قيام المؤسسات والدولة الحكومية هو السائد والرائد فيما يحدث. عملت دول التحالف على زرع ميليشيات هي بالأصح إصابات مسلحة، قد تكون عناصرها مع احترامي للكثير منها هي عبارة عن أصحاب سوابق وأصحاب نزوة عدوانية ضد المجتمع. بعضهم نشأ على الحقد بعدم بمجرد أن تمكن من وتوصلت إليه السلاح والدعم المادي، أصبح يمثل كارثة على المجتمع. وغياب الدولة والمؤسسة الحقيقية والوزارات بشكل عام هو السبب الرئيسي فيما يحدث الآن في عدن. الظلم والاستبداد الذي تعرض له أبناء عدن والمناطقية التي سادت في الفترة الماضية جعلت من أبناء عدن الآن يعيشون كارثة حقيقية.
طيب والسؤال المطروح على الأستاذ عصام، لماذا غياب الدولة، لماذا هذا الضعف في أداء الشرعية في العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات المحررة؟ كما تعلم أخي سامي ويعلم الجميع، هناك من يريد غياب للدولة بشكل رئيسي وبس. غياب الدولة هو الهدف الرئيسي لأشخاص معينين أو دول معينة أو جماعات معينة، هي تهدف لهذا الشيء من أجل خلخلة الأمن وعدم الاستقرار وعدم النمو الاقتصادي وعدم تطور الدولة. إذا أصبحت عدن هي العاصمة الحقيقية لليمن، سيعود الأمان وستتحرر جميع المحافظات اليمنية. لكن ما يحدث الآن هو تغييب الدولة، تهميش الدولة، حتى رجالات الدولة أصبحوا بلا شخصية. عدن أصبحت هي كارثة حقيقية، أصبحت ملجأ للعصابات المسلحة. أصبحت عدن هي عبء على الشرعية بشكل عام صراحة يعني. طيب عد للأستاذ عادل من ماليزيا. أستاذ عادل، اليوم تلقى اللوم على هذه التشكيلات المسلحة في العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات، وهي تعتبر نفسها جزء من المقاومة الشعبية وجزء من فعل المقاومة ودافعت عن هذه المحافظات، لكن السبب الرئيسي ربما كما ذكرت أنت وذكر الأخ عصام من القاهرة هو غياب الدولة وغياب مؤسسات الدولة وتقاعس عن أداء دورها. لماذا هذا الغياب في الدولة؟ لماذا هذا التخلي عن مهام الدولة والشرعية في هذه المحافظات؟ أخي، إذا قامت الدولة سقط المشروع الإماراتي. أنا أقول لها مرارا وتكرارا لن يسمحوا بقيام الدولة، ولهذا نحن جميعا والمجتمع يجب أن نسعى نحو هدف واحد وهو أقامة مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة هي التي تحافظ على الفرد والأسرة والمجتمع والمال العام والدماء وكل شيء. أما بهذه الطريقة فستسير البلاد نحو المجهول. اليوم هذه الميليشيات من خالفها اتهمته مباشرة بالقاعدة وداعش وإخواني وثلاث. أمس يا أخي ذهبوا إلى أصحاب البسطات من محافظة تعز وحملوهم على الأطقم وقالوا تنظيم القاعدة، يعني في مسرحية هزلية، والله يستحي المرء من هذه التصرفات اللي يتصرفونها. يعني عجزوا أمام شباب خور مكسر وكسروهم، فأخذوا مجموعة من البسطاء من محافظة تعز ونزلوا أسماءهم وهم معروفين أنهم من عمال البسطة. فمثل هذه الجرائم التي تتكرر والتي تمارس في محافظة عدن، لا شك أن نتائجها ستكون وخيمة على الشرعية وعلى التحالف وعلى عاصفة الحزم إن لم يتداركوا هذه المأساة التي تمر بها عدن. وتمنيت والله أن هذه المدرعات أمس التي رأيتها في عدن والتي وجهها الإماراتيين على أبطالنا وشبابنا في عدن أنهم أعطوها المقاومين في حجور، لكن حجور لا تمتلك موانئ ولا تمتلك سواحل ولا تمتلك جزر، فتركوها وشأنها وبقيوا على ما هم عليه. فحركوا هذه المدرعات لشباب عدن ليقتلوهم، ولكني أبشرك أن عدن عصية على كل غازي ولله الحمد لله. طيب أرحب أيضا معنا بالأستاذ عبد الرقيب الهدياني، الآن ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أهلا وسهلا ثاني. وفق المستجدات الأخيرة أستاذ عبد الرقيب، كيف يمكن تلخيص المشهد اليوم في العاصمة المؤقتة؟ لضيفك ولمتابعي القناة، هو استمرار تفيد الميليشيات وغياب الدولة وعبث المسلحين بالعاصمة المؤقتة منذ 4 سنوات. اليوم ما نشاهده اليوم هو حصيلة لهذا الواقع ولهذه السياسات ولهذا العبث ولتغييب الأجهزة الأمنية الفاعلة أو المسؤولة التابعة للحكومة، وترك عدن رهينة لهذه الميليشيات وهذه الأذرع الأمنية والعسكرية التي صنعت من خارج إطار الدولة. فتظل عدن في أثون الفوضى والصراعات والعبث والاغتيالات وقطع الشوارع والفوضى ما دامت الدولة غائبة وما دام الأمر قد سلم لهذه الأجهزة أو لهذه الأذرع الأمنية والعسكرية التي هي بعيدة عن الدولة. طيب سأعود مرة أخرى لأشكر الأستاذ عادل الحسني القيادي السابق في المقاومة الشعبية، كان معنا من ماليزيا كوالالمبور. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل. أعود مرة أخرى لضيفي من القاهرة الباحث السياسي عصام أحمد. أستاذ عصام، بالنسبة لك كيف تقيم أداء اللجنة التي شكلت للتحقيق في هذه الحادثة وتطورات الأخيرة والمستجدات التي أعلنت عنها مساء اليوم سيتم تسليم المتهمين في هذه القضية؟
استاذ سامي كما نعرف عندما تشكل لجنه يعني هو عباره صريحه تمت القضيه اساسا التي شكلت من اجلها اللجنه، وهكذا اعتدنا دائما اللجان تخرج بتقارير على الورق فقط وترمى بالادراج المهمله وتصبح ارشيفا. ما يحدث في اليمن وتحديدا في عدن هو منهجة إماراتية لزعزعة الأمان وزعزعة الاستقرار وتدمير الشعب اليمني والبنية التحتية اليمنية. عدن مليئة بالثروات، اليمن بشكل عام مليئة بالثروات، الإمارات تسعى لعدم عدم تمكين الشرعية من مكامن الدولة وممتلكات الدولة. أنشأت عصابات مسلحة، أنشأت جماعات تخريبية، رأينا وسمعنا عن القتل، سمعنا عن التصفية والمناطقية التي تحدث في عدن. ما دور الأجهزة الأمنية حتى الآن؟ لم نسمع عن أي. طيب إذا كان لديك اعتراض على أداء اللجنة المشكلة وأن تقول أن هذه اللجان لا تقدم شيء إيجابي ربما، فما هي الأدوات الأخرى التي يمكن اللجوء إليها لحل هذه القضية إذا كانت هذه اللجان أداها عقيم كما تقول؟ هي بيد الشعب وبيد الحكومة أساسا، يعني فليتدخل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. وهذه اللجنة مشكلة من من؟ مشكلة من الرئاسة والحكومة، يرأسها وكيل وزارة الداخلية. وزارة الداخلية هي الغائب الحاضر في كل شيء أستاذ سامي. وزارة الداخلية هي عبء على عدن وعلى المحافظات المحررة بشكل عام. حتى عناصر، مع احترام الشديد للأغلبية العظمى من عناصر وزارة الداخلية وقيادات وزارة الداخلية، لا تقوم بدورها البائد، دورها الأساسي من أجل التي عينت من أجلها. الدور تكتفي بدور فقط تصريحات وسفريات، أكثر من هكذا لم نرى دور بارز للأجهزة الأمنية في اليمن. عودة للأستاذ، أصبحت غائبة تماما. طيب عودة للأستاذ عبد الرقيب الهدياني، يبقى معنا الأستاذ عصام. أستاذ عبد الرقيب، التصريحات الأخيرة لرئيس اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادثة، إلى أي حد هي ستهدئ من الشارع في عدن؟ الحديث عن لجان لحل الموضوع، اللجنة هي محاولة لدر الرماد على العيون، محاولة لتبييض الواقع المختل. تشكيل لجنة يعني أن تتعامل مع واقع طبيعي، تتعامل طبيعية، لكن أن تشكل لجنة تتعامل مع أجهزة خارج الدولة، مع ميليشيات خارج النظام، مع أذرع أمنية وعسكرية لا تعترف بهذه الدولة، تهي النظام ولا القانون، هذا نوع من العبث ونوع من اللعب ومن الضحك على عدن. هو أن مشروع التحالف، مشروع الحكومة الشرعية، جميع المشاريع تحترق اليوم، باليوم الرابع على اليوم الخامس على التوالي في عدن. الشوارع مغلقة، عدن في مربع الفوضى، وتركت للفوضى وللعبث وللفراغ، وقد صمت كبير من قبل الحكومة الشرعية، من قبل التحالف. الجميع متواطئون على هذا يضرب عدن اليوم خمسة أيام، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لم يظهروا على الشعب ليتحدثوا ما الذي يدور، ما الذي يجري في عدن، وكأن الأمر لا يعنيهم. إذا نحن اليوم في وسط الفراغ وفي وسط العبث وفي وسط الفوضى. طيب استاذ عبد الرقيب، اذا كنت تعتبر تشكيل هذه اللجنه انه محاوله ذر رماد على العيون، وانك تطالب بموقف من الرئاسه والحكومه ووزاره الداخليه، ربما قد يكون تشكيل هذه اللجنه هو موقف من مؤسسه الرئاسه والحكومه، ما المطلوب بالنسبه لك حتى يكون هناك تعامل اكثر جديه مع هذه القضيه الحاصله في عدن؟ المطلوب ان تظهر يظهر علينا رئيس الحكومة، أن يظهر علينا رئيس الجمهورية، وأن يوصف الواقع الحاصل في عدن كما هو. ما الذي يجري في عدن؟ هناك ميليشيات، وهناك مدينة مختطفة، وهناك عاصمة مؤقتة للبلاد اختطفت من قبل ميليشيات، وهي تعبث بها، تقتل وتسيطر وتمنع وتقتحم، و المواطنين خارج القانون، ترتكب الجرائم إلى حد جرائم الاغتصابات، وبالتالي يجب توصيف الواقع كما هو ومحاولة إصلاحه. محاولة تشكيل لجان يعني أنك تتعامل مع مشكلة جانبية في إطارها الصحيح. نحن اليوم لسنا في إطار صحيح ولسنا في واقعي،
نحن اليوم في واقع من أوله إلى آخره غلط، يجب أن يزاح هذا الغلط، ويجب أن تعاد العلاقة مع التحالف، ويجب أن تصارح الإمارات وتصارح المملكة العربية السعودية، وأن يعاد تعاد الأمور إلى نصابها الشرعية، ووزارة الداخلية والحكومة هم الغائبون عن هذا وعدم تركت للفوضى وللعبث وللميليشيات ولهذه هؤلاء المسلحين الذين يذبحونها من الوريد إلى الوريد. طيب عاد الأستاذ عصام في سؤال أخير. أستاذ عصام، بقاء الحال على ما هو عليه الآن في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أي حد يضعف موقف الشرعية الآن مع التحركات السياسية الأخيرة والضغوط التي تفرض عليها، ربما إرساء أو تأسيس لتسوية بشكل معين؟ هو لا يوقف بس فقط ثقة الشرعية، بل يدمر الثقة بين الشرعية بين الحكومة الشرعية والمواطن أساسا. وعندي استفسار فقط، استفسار سامي، عندما يسلم القتلة لمن يسلمون؟ هل يسلمون للقتلة أنفسهم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح، لمن يسلم القتلة؟ هناك لجنة مشكلة، اللجنة المشكلة إذا كنت على اطلاع، اللجنة المشكلة من وزارة الداخل، اللجنة المشكلة لا تستطيع تنفيذ أوامرها على الواقع السامي. يجب علينا أن نعرف أولا لمن سيسلم القتلة، ومن هم الأطراف المعنيين بتسليم القتلة أساسا. ما يسيطر على وزارة الداخلية هي عبارة عن الميليشيات المسلحة من قبل الإمارات، هكذا هو السائد والمعروف في عدن. قوات الإمارات والحزام الأمني والقوات مكافحة الإرهاب المدعومة إماراتية هي التي تسيطر أساسا. وزير الداخلية لا يستطيع تنفيذ أمر به، هذا هو الواقع وهذا هو الذي يحدث في عدن. شكرا جزيلا لك. ولماذا يسلم القتلة؟ شكرا جزيلا لك عصام احمد الباحث السياسي، كنت معنا من القاهره. اعود للاستاذ عبد الرقيب. استاذ عبد الرقيب، بقاء الحال على ما هو عليه في العاصمه المؤقته واستمرار هذه الاحتجاجات الشعبيه، من يخدم والى اي حد يضعف موقف الشرعيه اليوم؟ طبعا الحديث هنا عن الشرعيه هي في اضعف حالاتها، يعني كما هو الحال في عدن اليوم. المواطن الذي استبشر قبل 4 سنوات بتحرير عدن كان ينادي الشرعية وكان يطلب مشروع الشرعية، لكن الشرعية لم تقم بواجباتها، لم تقم بدورها. ما يحصل اليوم في عدن هو تكريس للفوضى، تكريس للعبث، تكريس للإرهاب، تكريس للتفكك. فيستمر الحال كما هو عليه حتى يحضر مشروع الدولة، مشروع اليمن، مشروع الشرعية، مشروع الذي جاء به التحالف الذي خاض الحرب من أجله. أن تستمر عدن في الدول وفي قلب هذا الصراع وفي قلب هذا العبث ستتضرر عدن وستدفع المنطقة، وهي تطل على مضيق المنطقة برمتها عرضة لهذا الحرات. اليمن هما المتضرران من هذا الواقع حتى يستفيق الجميع ويعلموا أن عليهم واجب أن ينصدوا عدن من براثن ومن هذا الواقع المزري الذي تعيشه في السنة الرابعة على التوالي. طيب سؤال أخير سيد عبد الرقيب، برأيك الأمور إلى أين تتجه في العاصمة المؤقتة عدن؟ هل يمكن أن تشهد هدوء مع إيفاء اللجنة بالوعود والتصريحات التي تحدثت عن تسليم المتهمين مساء اليوم؟ طبعا أخ سامي، هنا الحديث عن لجان كما ذكرت لك هي ذر رماد على يسلم المتهم أو القتلة أو الذين ارتكبوا الجريمة وفق اللجنة لمن؟ من يمسك بثلاث ميليشيات وهي التي هي جزء من العرس الحاصل والقتل والاغتيالات والتدمير والبسط والفوضى الحاصلة في عدن. الحلول الترقيعية لن تجدي ولن توصل عدن إلى بر الأمان. عدن بحاجة إلى حل جذري، إلى مكاشفة، إلى أن يتم طرد الدولة والقانون. أبناء عدن اليوم بانتفاضتهم الكبيرة، اليوم بخروجهم بهذه الانتفاضة الكبرى، يبحثون عن النظام، عن القانون، يقولون للعالم، يقولون للتحالف، يقولون للرئيس، يقولون للحكومة كفى عبث، كفى ترك عدن لهذه الميليشيات. لا نريد عدن أن تبقى في هذا الواقع، نريد أن تنضم في إطار مشروع الدولة وأن يحكمها النظام والقانون. وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه اليوم فعدن لن تهدأ، و
ولن تستقر وسيستمر العبث وتستمر الفوضى إلى ما لا نهاية. شكرا جزيلا لك الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل وديع عطا، في أمان الله.